يقول: أنا من دولة الهند ولدي جيران يطوفون بالقبور ويسجدون عند القبور وهم كثير في قريتنا، ما موقفي تجاه هؤلاء؟ وهل يجوز لي التعامل معهم والحديث معهم وأنا أخشى من أذاهم وهم مسلمين؟ عليك النصيحة لهم والبيان لهم، هذول جهال، انصحهم وعظهم ووزع عليهم كتب التوحيد ورسائل التوحيد لعل الله أن يهديهم. وأما التعامل معهم في المباح، التعامل معهم في الأشياء المباحة فلا بأس، بيع وشراء